الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة ميرنا إيهاب. ليكي ميرنا. شكراً لكم محمد وأدا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً. وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصرافة الآلي، حيث يتم السحب مجانا بدون أي رسوم من خلال ماكينات الصرافة الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. وأشار المركزي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان والتي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدية الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيا بدلا من التعامل النقدي. وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الأردني ملحقا لمذكرة التفاهم المتعلقة بمجال الرقابة المصرفية المبرمة بين الطرفين منذ عام 2004، ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية وأنشطة التكنولوجيا المالية. ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والأردن، وحرصا على دعم أوجه التعاون القائمة وفتح أفاق جديدة تحقق المنفعة المتبادلة لكل من البلدين الشقيقين. هذا وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين فيما يخص كافة الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف المحمول والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ذات الصلة. في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراءات معاملات الدفع اللاتلمسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. ويأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمية، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين سفير دولة فيتنام بالقاهرة ناكوين هاي دونغ، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات للجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة خلال الفترة من 12 إلى 17 من شهر مارس الجاري لطرق أبواب الاستثمار في العاصمة هانوي الفيتنامية، كما يأتي في إطار عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة أمام الشركات الفيتنامية العاملة في المنسوجات والسيارات والإطارات والاتصالات وغيرها من الأنشطة المستهدف توطينها بالمناطق الصناعية.
شارك وزير البترول طارق الملا في جلسة منتدى الطاقة والاقتصاد الأفريقية ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك العالمية للطاقة، والتي جرت نقاشتها حول نظرة عملية لموضوعات التحول الطاقي وكيفية الانتقال للطاقة النظيفة، بما يضمن تكنولوجيا متوفرة بشكل واسع ومضمون ومتدفق وسلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها. وشهدت المناقشات حوارا حول خطط مصر للتحول الطاقي ومستجدات الاستفادة من الهيدروجين الأخضر ودور الغاز الطبيعي في تحقيق الانتقال الطاقي واهتمامها بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وانفتاحها على التعاون في هذا التوجه، والذي يمثل فرصة استثمارية مميزة، خاصة وأن لديها المقومات اللازمة لذلك. في أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط بشدة لتواصل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 82.38 دولارا للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% لتسجل 76.47 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.16% لتصل إلى 2.76 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.20% لتسجل 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل معتدل في يناير الماضي مع زيادة الواردات والصادرات بقوة. وكشفت وزارة التجارة أن العجز التجاري زاد بنسبة تقدر ب 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في شهر يناير. ويعكس جزء من اتساع الفجوة التجارية على الأرجح تجدد الزيادات في أسعار البضائع والسلع الأساسية. وزاد العجز التجاري للبضائع بعد تعديله وفقا للتضخم بنسبة تقدر ب 3.6% إلى 101.8 مليار دولار في شهر يناير. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وأدا. شكرا.